بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم الشيعة الاثنى عشرية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنهم الشيعة الاثنى عشرية ولا الاسم حسن محمد شحاتة موسى العناني، البلدة بلدة هربيط مركز أبو كبير تابعة لمحافظة الشرقية في مصر. الوالد رحمه الله تزوج من النساء ثلاثة، كنا في ذمة واحدة في بيت واحد، وكان آخرهن أمي، تزوجها وهي في الثالثة عشر من عمرها وكان هو في سن الخمسين. إلى معهد أبو كبير، وطبعا أنا كنت حافظ القرآن بالروايات. اللجنة بتاعت الامتحان اللي كانت تمتحني في القبول كانوا يقفون كلما أتلو من حسن التلاوة وحسن الأحكام وأحكام القرآن 100%. طيب طلعت الأول في امتحان القبول، وقرروا إنهم يصرفوا لي مبلغ جنيه كل شهر عشان أنا طلعت الأول. دعوه الله رباني على حبهم. ما سمعته على مدى 80 سنة، هو عمره مات في 80 سنة، أنا حضرت من حياته 24 سنة، أنه توفى 70. ما سمعته ذكر الملاعين أبدا، لا أبو بكر ولا لم يذكرهم أبدا، لأنه يبدو أنه كان شيعي بس ما قاليش، وأنا معايا خناقة كبيرة معه يوم القيامة، لأنه كان وفر علي التعب والمشقة. يعني أخونا معروف بيقول إن إحنا مش عاوزين نقول إن الأساس الخلافة، لا ده هي دي أول حاجة. هو دمر الأمة الإسلامية إلى الخلافة، هو خلى الشخصية المسلمة الآن محتقرة في أنحاء الأرض. إلا أبو بكر وعمر. سؤال الأول نأخذه من الأخ أبو الزهراء، يقول فيه: لماذا يبغض سماحة الشيخ حسن شحاتة عمر أكثر من بغضه لأبي بكر وعثمان، حتى أنه يصفه بالحلوف ولا يطيق سماع اسمه؟ الله يلعنهم الثلاثة يا سيدي. أنا هو يعني عاوز يعرف ليه أخونا اللي بيسأل، عاوز يعرف ليه. يعني ما يبقى في واحد قليل أدب وتعدى على النبي وتعدى على آل البيت وآزاهم، لكن يبقى في واحد زاد على ذلك كله بأني نجس، أنه نجس أنجس من الكلب، خلاص أصبحت يعني مسألة ما فيهاش كلام. يلا يا سيدي تفضل. على حكم عشان تبقى تقول كلمة مخنث دي وقلبك جامد. دخل رجل على مولانا جعفر بن محمد الصادق وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقام الإمام من مجلسه منتفض كأن عقربا لدغته، قال: ويحك، ما تقول؟ أنا ابن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين لقب لم يعطه الله إلا لعلي، وكل من تسمى به غيره فهو مخنس. أي حد تسمع عليه يسمي نفسه أمير المؤمنين يعرف أنه مفعول به، عشان تقولها وانت متأكد بقى. خلاص اسف. طيب اللهم صل على نبينا محمد وآله. شيخنا هنالك سؤال يقول: ما هو رأيكم بدعاء صنمي قريش؟
المروي عن مولانا الإمام علي عليه السلام والذي دعاء صحيح ونقرأه. دعاء صحيح ونقرأه. أنا كان كلامي بقول إن واحد يقول إن لي شيطانا يعتريني، ده الملعون الأول بقول كده، هو قال كده إن لي شيطانا يعتريني، لا إله إلا الله. طب ينفع إزاي يقعد مكان النبي ده أبو الشيطان ده يقعد مكان النبي إزاي؟ واحد قال هكذا، بلاش مظلومية الزهرة وبلاش، قلت لهم بس نمسك دي، واحد راكب شيطان بس. قالوا له طب عمر، قلت لهم عمر ده بقى انا متحير في امره، هو على وساخته وقذارته طلع سيئة من سيئات ابو بكر، على القذارة دي كلها. ابن الكلب الاولاني ده كان ملعون، كان خبيث خبز، يدبر المكايد وهو واقف كده بعيد عشان ما قال في السقيفة يقول ايه، قول عندكم ابو عبيدة وعمر بيعوا اي واحد منهم. شوف الخبز وصل بيه لدرجة ايه، خبيث خبيث خبز لا يطاق. الملعون الثاني تعرف لو جبت حلوف وطلقته كده وسبته يطبش، اهو ده هو ده بالضبط حلوف. فواحد رد علي قال لي يا اخي ده بيقولوا باني ابو هريرة روى اني لو كان نبيا بعدي لكان عمر. قلت له والله ما سمعناش عن نبي خول ابدا، نبي من قوم لوط لا ما سمعناش عن كده خالص، لا يمكن ربنا يختار للنبوة. يعني عليك يا عائشة لعنة الله عليك، يا عائشة لعنة الله عليك بعدد انفاس الخلائق. لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصغير حمارة. ما هي انت بتضحكوا ليه؟ طيب انتوا احرار. ده بواب، اي بواب في مصر اسمه عثمان، بواب سرق اموال الدولة كلها، نهب المال كله، هو واحد صاحب واحد لازم يكون على مستواه في الدين والابد. مين اللي قال مين اللي قال؟ هو اصل الايه هما مش فاهمين حاجه. قال لو يجوا في الايه بتاعت ابو بكر اللي هم طالعين بيها ونازلين وهم مش عارفين يفهموها، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، لقروا الايه من اولها ولقروها من اخرها. ويقول لك ثانيه اثنين، ده سيدنا النبي واخده الغار عشان ما يفتش خطة خروج الرسول للكفار، ان الملعون ده كان ممكن يخرب الدنيا. هما مش فاهمين كده، بيخاف من سيدك مولاك علي، هو خايف منه. ما هم منافقين، والمنافق زي ما قلت لكم بيرتعب عند ذكر علي، ساعة ما بيذكر اسم علي بيرعبهم، هم عارفين عارفين ان علم. وتقرا بقى في الاحاديث اجارك الله من ابو هريرة عليه لعنة الله، يقول لك ايه ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل، يا ابن الكلب يا ابن الكلب، سيدا كهول اهل ايه كهول؟ عارف ليه؟ عشان النبي قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. ازاي ازاي وبدول بس؟ لا لازم ابو بكر. طب كهول ايه يا غبي؟ الجنة فيها كهول؟ كلهم شباب. يا ستار يا رب، شوفوا شوفوا الاموال عمت الناس ازاي يا اخوانا ودمرتهم ازاي. واهل السنة الوقت ماشيين، يقول سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه قلت له يا بني ادم يا بني ادم تأخذ دينك عن رجل متخلف عقليا؟ احنا في عصرنا لو واحد شال قطة او مشي بيها ايه تقريرك عنه؟ انه مختل عقليا، مختل عقليا على طول، ترضى تاخذ عنه دينك؟ انت ما تقدرش تساله على اي، لو عاوز تقول له الشارع الفلاني فين مش ترضى تساله.